من بين نساء العالم. تضيق مساحة الفرح لدى هؤلاء النساء وتنعدم، وتتسع مساحة القهر والألم والحرمان. على هذه المساحة المتاحة المحفوفة بالمخاطر تعاود هؤلاء النساء وقفاتهن بلا كلل ولا ملل، وسلاحهن هو الأمل والقلوب الفارغة التي تنتظر الأبناء والأزواج المغيبين في سجون لا يعلم عنها أحد بلا مبرر أو ذنب. رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرياً، الظاهرة الحضارية الوحيدة في صنعاء، تواصل خوض معركة فضح الضمير العالمي ومواجهة عصابة الانقلاب الغاشمة وهزيمة عربدتها وطغيانها وظلمها الذي لا حدود له. تتعرض للابتزاز النفسي بشكل مستمر مع كل لحظة تعنت وظلم حق أبنائنا، تبعدهم عن الحرية وتربط مصيرهم بالمصير السياسي المتقلب. خلف هذه الوقفة الجسورة تتوارى مشاعر منكسرة وحقائق تدمي القلوب عن الأوضاع المأساوية لعائلات هؤلاء النساء المجروحات بألم الغياب، والمسكونات بهاجس القلق اليومي على مصير أبنائهن وأزواجهن في السجون تحت طائلة القهر والتعذيب والتغييب. الله يخرجنا، يفكر أولادنا، يخرجهم لنا، يرحمنا ويشفقوا علينا. هذا طرام أرضه. ألقت الدنيا بكل همومها وأوجاعها على كاهل هذه المرأة التي لا تكاد تقوى حتى على الوقوف في ساحة كهذه. زوج مغيب في سجون الميليشيا، وطفل معاق، وعشرة أطفال ينتظرون من يعولهم، وأم مسنة تحتاج إلى الرعاية. إنها هموم تنوء بحملها الجبال الرواسي والعزائم الكبار. معي طفل مشلول يشتهي تماري، ما بحد أبوه جالس مشلول يشتهي من يبزاه للتماري، وأنا مرح وطفالي كلهم صغار قصر. أردنا إيصال صوتهن إلى مجلس حقوق الإنسان المنعقد حالياً في جنيف، إذ لا شيء أصدق من هذا الصوت. مع انعقاد الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان، أتينا هنا إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمطالبة المفوضية وسائر المنظمات بالضغط على جماعة الحوثي وصالح الإفراج عن جميع المختطفين وتحسين ظروف الاحتجاز لآلاف من المختطفين الذين اختطفوا من بيوتهم بدون أي مسوغ قانوني. لا شيء يعطي صنعاء عمقها الإنساني أكثر من هذه الصرخات، لكنها صرخات في الفلا، لا أحد يسمع هنا وما من مجيب، على الرغم من أن هذه الوقفات والصرخات تتم على مقربة من مبنى الأمم المتحدة التي زاد ممثلوها من وتيرة لقاءاتهم المستفزة مع الإنقلابيين في صنعاء. على قارعة الطريق تعاود هؤلاء النساء وقفاتهن حتى لا يبقى للأمم المتحدة من عذر أو حجة، فالمعتقلون تحولوا إلى وسيلة لممارسة ابتزاز لا نظير له، وآن له أن يتوقف.